هل ممكن الواحد يختار شريك حياته النهارده؟ سؤال. النهارده دي يعني يقصد يعني في الزمن بتاعه، اذا كنت لسه ما جبتش 20 سنة يبقى غلط 100%، لانه في حاجه اسمها النضوج. النضوج يعني ايه؟ عارفين لما تلاقوا شجره مانجا والمانجايه زي الحطبه كده ناشفه وصغيره وتقول عليها ايه؟ ما استوتش، لو قطفتها تعرف تاكلها؟ مسخه وملهاش طعم. انما تسيبها بقى كام شهر كده تستوي تبقى مانجا تمام. فلو قطفت القطفه بدري تطلع مسخه وملهاش طعم. فانت ما استويتش كشاب صغير، انت لسه، انا يعني في فرق سن من واحد للتاني بس بكمل مثلا الشباب اللي تحت ال20، انت ما استويتش، فمش هتعرف تختار. هتختار بس واحده جميله، هتختار لانك اتعلقت بيها من اول نظره، اختيار عشوائي مش ناضج مش مستوي. استنى شوي، استنى شوي، صلي، اعرف الناس اكتر، افهم الدنيا اكتر، كون نفسك اكتر، ساعتها تقدر ربنا يشاور لك على اختيار مظبوط اكتر. فعشان كده اللي بيختار بدري ده غالبا بيتدبس.